السلام عليكم اليوم الحادي والعشرون من شهر آب 2022 عقد اجتماع مجلس الوزراء صباحا بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء واستهل الاجتماع بحديث عن ما يقوم به في ضوء مبادرته للحوار في ظل هذه الأزمة السياسية واعطى فكره ومعنى للحوار هذه الايام الحوار الذي يبني الثقه بين الاخوه الحوار الذي يستعيد الهدوء في المناقشات والمفاوضات وهو السبيل الوحيد الذي سيؤدي الى فك هذه الازمات السياسيه التي يمر بها بلدنا وايضا اعطى فكره عن معنى هذا الحوار وفي الثقافة نقول أن للحوار فلسفة خاصة خاصة في هذه الأيام لم يعد معنى الحوار وخاصة الحوار وجها لوجه والحديث وجها لوجه كما نقول face to face conversation هو مصطلح لم يعد تعبيرا عاديا بل هو مصطلح حقيقي في الفلسفه المعاصره تناوله كثير من الفلاسفه لانهم يقيمون اختلافا في التواصل بين البشر عبر الرسائل الالكترونيه مثلا او عبر المكالمات الهاتفيه او عبر الحديث وجها لوجه الحديث وجها لوجه انت لا تتلقى فيه معاني الكلمات عبر اللغه بل عبر تعابير الوجه ايضا ونبره الصوت وحركات الجسد وغير ذلك هذه الفلسفه حقيقيه وموجوده وتؤثر في بني الانسان ولذلك في هذه الايام نحن لسنا بحاجه الى مزيد من التواصل الالكتروني لحل الازمات السياسيه بل الى مزيد من الحوار وجها لوجه هذا هو المطلوب خاصه بين الاخوه في موضوع اخر ايضا حث الوزراء سيد رئيس مجلس الوزراء حثهم على العمل في ظل هذه الظروف الصعبه بلا موازنه وكما نقول دائما نعمل حتى اللحظه الاخيره من اجل تقديم الخدمات الى العراقيين للناس احتياجاتها المؤكده كل يوم ولا يعنيهم كثيرا ان هناك خلافات سياسيه تعصف بالبلد. هناك خدمات اساسيه وحاجات اساسيه يجب ان تقدم والحكومه مسؤوله عنها وبالتالي نحن نعمل في ظل هذه الفلسفه وفي ظل هذا الفهم وفي ظل هذا البرنامج. استضيفت اليوم السيده طيف سامي وكيل وزاره الماليه لمناقشه حلول مستقبليه لحكومه تعمل في ظل عدم وجود موازنه، وطرحت في هذا الشأن مجموعه من الأفكار ناقشناها استعداداً لبرامجنا المستقبليه. كانت هناك بعض الفقرات العالقه أيضاً اتخذت فيها قرارات، ولذلك واحد من القرارات هذه وهو تمويل وزارة الماليه مستحقات العلوميين، هذا قرار مهم. وبقي فتره طويله مؤجل للاسف الان خولت وزاره الماليه بهذا القرار ان توفر وتمول مستحقات العلوميين حسب الاليه المتبعه بقرار مجلس الوزراء رقم 15 لسنه 2022 وذلك اما من النفقات التشغيليه للدوائر دوائر الصحه او من اجمالي الانفاق الفعلي للدوله كانت هناك أيضا حديث للسيد وزير التخطيط الدكتور خالد البتال عن مسألة الرقم الوظيفي هذا الموضوع أساسي ومهم في هذه الحكومة وكان قد قدم سابقا إلى مجلس الوزراء اليوم السيد وزير التخطيط قدم تطورات عمله وعمل كادره في وزارة التخطيط في هذا الملف وإن شاء الله ماضون إلى إنجازه قريباً لانه الرقم الوظيفي ينظم اعمال الموظفين وبياناتهم ورواتبهم وهذا التقاطع في في مسائل كثيره يحل عبر هذا الرقم. كان هناك ايضا قراران يتعلقان بزياده راس مال شركتين عراقيتين. الأولى تخص وزا وزارة النفط وهي زيادة رأس مال شركة نفط الشمال هذه الشركة التابعة إلى شركة النفط الوطنية العراقية زيادة رأس مالها بمبلغ 512 مليار دينار عراقي وأيضا زيادة رأس مال الشركة العامة لتجارة السيارات والمكائن بمبلغ 10 مليارات شكرا جزيلا